بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن الإير. الإير طبعا ده الـ organ of hearing، لكن معاه الإكوليبريم. الإير بتتكون من ثلاث حاجات: external ear، middle ear، وinner ear. الميدل إير نسميها التيمبانيك كافيتي. ادي الاكسترنال إير، احنا كده داخلين في الاكسترنال إير. اخر حاجة هتقابلنا في الاكسترنال هي التيمبانيك ممبرين، وبعدين ندخل على الميدل إير اللي هتوصلنا الى الانر إير. زي ما انت شايف الويف بتاعتي ماشية في الانر إير علشان تعمل استيميوليشن للهيرسل، وحسب انهي هيرسل تأثرت ابدأ اسمع الصوت بتاعي واتعرف عليه، يبقى دي بسميها الهيرينج. الاكسترنال إير بيتكون من اكسترنال اوديتري ميتس او اوريكل، سوري، بيتكون من الاوريكل او الاربنا، وبعدين الاكسترنال اوديتري ميتس والتيمبانيك ممبرين. يبقى الاكسترنال إير بيتكون من ثلاث حاجات: اوريكل او الاربنا، اكسترنال اوديتري ميتس او الاكسترنال اوديتري كانال، دي طبعا الاربنا، ودي الاكسترنال اوديتري كانال، وبتنتهي بالتيمبانيك ممبرين. الاربنا او الاوريكل ده عبارة عن بليت من الالاستيك كارتريج، وفي بره هنا سينسكن، ومن الناحية التانية في سينسكن، يبقى عبارة عن الالاستيك كارتريج كفرد من الناحيتين بسينسكن. الاكسترنال اوريتري ميتس اللي هو الجزء ده عبارة عن ايه؟ كارتريج ولا بون؟ لا الحقيقة الاتنين. الاوتر وان سيرد ده عبارة عن الالاستيك كارتريج، والانر تو سيردز ده عبارة عن بون. طبعا بطن من جوه بكيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم زيه زي الاير بن. بينتهي بايه؟ بينتهي بالتيمبانيك ممبرين. في الكستنا اوريتري ميتس بلاقي فيه هير فوليكل، ولاقي سبيشيس جلان، ولاقي ستريومينس جلان، ودي عباره عن موديفايد سويت جلان. وايام ما كان عندنا شفه وكنا نقول يا ابني قول لي ايه هي الموديفايد سويت جلان، دي واحده منهم، والميموري جلاند دي الموديفايد سويت جلاند الثاني. يبقى ده منظر مره تانية، ده الاكسترنال اوريتري، ده الاربنا، الاكسترنال اوريتري ميتس، وينتهي بالتيمبانيك ممبرين. التيمبانيك ممبرين دي عباره عن اوفال ترانس سيمي ترانسبيرنت ممبرين، يعني لما ادخل هنا بالمنظار او اشوف ودن العيان لازم الاقي الممبرين دي جلايسنينج بتلمع. لو لقيتها بيضه يبقى في عندي مشكله، لو لقيتها برفوريت يبقى في عندي مشكله، لكن الجمال ان انا اشوفها بتلمع، عشان كده بنقول ان هي سيمي ترانسبيرنت ممبرين. عباره عن تو ليرز من الابيثيليوم، جواها تو ليرز من الكونكتيف تيشو. الابيثيليوم عباره عن سيمبل ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كفرد باي كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم من بره، لكن من جوه لايند باي سيمبل كوبويدال ابيثيليا. ما بين التو ليرز اوف ابيثيليا موجود تو ليرز من الكولاجين فايبر. فايدتها ايه؟ طبعا بتعمل ماجنيفيكيشن يعني بتكبر، او امبليفيكيشن للساوند علشان تنقلهولي للاوسكلز قبل ما تنقلهولي للايه؟ للاوسكلز او للميدل اير. في الميدل اير بلاقي الميدل اير بتاعتي مفتوحه على حاجتين، الحاجه الاولانيه على الفارنكس عن طريق الاوستيكيان تيوب، الحاجه الثانيه مفتوحه على الساينسز دي او الكافيتس دي اللي موجوده في الماستويد بروسيس. كمان فيها تو اوبننجز، الاوبن الاولانيه بتبقى اوفال والثانيه بتبقى راوندد، دي الاوفال ويندو دي الراوند ويندو. زي ما انت شايف اي حركه في الاوفال ويندو بتنعكس على طول على الراوند ويندو، يبقى اي حركه في الاوفال ويندو هتنعكس على الراوند ويندو. طبعا اللي قافل لي الاوفال ويندو ده اللي هي العظميه الثالثه اللي هي الستيبس، والاوفال ويندو مقفوله بميمبرين بتتحرك مع حركه الاوفال ويندو. يبقى الميدل اير موجود فيها ايه؟ موجود فيها اوسكلز، موجود فيها ماسلز وليها الاوستيكيان تيوب. الاوسكلز هناخدها بالتفصيل، الماسلز هنعرفها دلوقتي. وبعدين الاوستيكيان تيوب قلنا ان هي يوجوالي كولابس اند اوبن ديورينج سوالونج، يبقى هي عاده بتبقى كولابسد وتفتح امتى؟ تفتح امتى؟ اثناء السوالونج. ليه؟ علشان تعمل لي بالانسنج للبريشر اوف ذا اير في الميدل اير مع الاتموسفيريك بريشر. طبعا دي في الاوستيكيان تيوب دي مع الانفلاميشن اوف ذا ميدل اير اللي بتيجي الاطفال بصوره كبيره جدا، لان الاستيكيان تيوب بتاعتهم بتبقى من ناحيه قصيره من الناحيه الثانيه بتبقى هوريزونتال، فبتبقى معرضه جدا ان هي تتقفل فتؤدي الى
ان الميدل اير تتحول الى كلوز شامبر. لما تتحول الى كلوز شامبر يحصل اكيموليشن للفلويد فتعمل لي انفكشن، وبالتالي بنسميها اوتايتس ميل، يعني التهاب في الاذن الوسطى، ودي اكتر حاجه بتقابلنا في الاطفال. الميدل اير فيها تو تايبز، فيها تو سكليتال ماسل. فيها ايه؟ فيها تو سكليتال ماسل. طبعا سكليتال ماسل ده طبعا في الهيستولوجي، الماسل الاولانيه بسميها تنسور تيمبري والثانيه بسميها الاستابيديس ماسل. فيها 3 بونز، الاولانيه بسميها الملس وبعدين الانكس واخر حاجه الستيبس. الثلاثه عباره عن موديفايد كومباكت بون. يبقى التيمبانيك ممبرين وبعدين دي الملس ودي الانكس ودي الستيبس. الستيبس بتنتهي على الاوفال ويندو، ودي الراوند ويندو اللي لسه حكي لكم عليها من شويه. يبقى اذا لو ادخل على الاكسترنال ريتريميتس هيقابلني الهير وبعدين يقابلني التيمبانيك ممبرين. ادي البونز 3 بونز او 3 اوسكلز وبعدين ينتهوا على الاوفال ويندو اللي بتدخل على الانر اير علشان نسمع كويس. الانر اير عباره عن حاجتين، بوني لابرنس، بوني لابرنس يعني كافيتي كهف، وممبرينس لابرنس. البوني لابرنس ده عباره عن كهف موجود في البترس بون زي ما هنشوف بعد شويه، لكن جواه حاجه اسمها الممبرينس لابرنس. البوني لابرنس عباره عن ثلاث حاجات، فيستيبيول وسيمي سيركل كانالز وكوكلي. نبص كده، الحته الواسعه دي بسميها فيستيبيول، طالع منه ثلاثة سيمي سيركل كانالز بيربنديكولار اتش اذر، يعني كل واحدة من الثلاثة دول لو بص كده عليهم الاقيهم متعامدين على بعض. وبعدين يتكون الكوكليا، كل ده متصنع من البون. يبقى اذا البون بيكون لي ثلاث حاجات، الفيستيبيول والسيمي سيركل كانالز والكوكليا. ده البوني لابرنس. موجود فين البون لابرنس؟ في البترس بارت اوف ذا تيمبرال بون، ريدي تيمبرال بون، ودي البترس بارت اوف ذا دي الماستويد بروسيس. فوق هنا كده الاقي ال بوني لابرنس. البون لابرنس ده عباره عن ثلاث حاجات لسه قايلينهم، فيستيبيول اللي هو الحته الواسعه طلع منه الثلاثه سيمي سيركلر كانالز، وبعدين الكوكليا. ادي الكوكليا وادي السيم سيركلر كانالز، وهي في هنا بالنص هنا فيستيبيول. الثلاثه دول موجودين في المكان ده جوه البوني لابرنس، بيكون طبقه شبهه بالظبط بسميها ممبرينس لابرنس. يبقى جوه البوني لابرنس بلاقي الممبرينس ايه؟ بلاقي ممبرينس لابرنس. وبالتالي لما يكون في حته واسعه هيعمل لي سيك، لما يكون في حته ضيقه عامله ضغط عامله البوني لابرنس عامله ضغط بالشكل ده هلاقي برضو الممبرينس لابرنس عامل ضغط هو كمان. يبقى اذا الممبرينس لابرنس ممكن يكون سيكس وممكن يكون ضغطس. نبص كده، it has two sensory organs، vestibular apparatus للإكوليبريم، هذا vestibular apparatus للإكوليبريم، وauditory apparatus للهيرينج. يبقى ده مسؤول عن الهيرينج اللي هي الكوكليار دكت دي اللي احنا شايفينها بتتحرك دي، لكن ده المسؤول عن الإكوليبريم سواء كنا بنتكلم عن الفيستيبيول او بنتكلم عن الثلاثة سيمي سيركلر كانالز. يبقى الممبرينس لابرنس يا اما ساكس يا اما دكتس. الساكس يوتريكل وساكيول، الممبرينس دكت الثلاثة سيمي سيركلر دكت والكوكليار دكت. هنا هلاقي اليوتريكل والسكيول في المكان ده، هنا اليوتريكل والسكيول، وبعدين هي الثلاثه سيمي سيركلر داكتس، وبعدين هنا الكوكليار داكت اللي هي في النص دي. اليوتريكل والسكيول دول مسؤولين طبعا عن الاكوليبريم. بيتكونوا من ايه؟ بيتكون من فاسكولار كونكتيف تيشو كفرد باي ايبيثيليوم سيمبل ولا ستراتيفايد سكويمس ليكوبويدال سيمبل ايبيثيليوم كونتينز الماكولا. الماكولا دي اللي هي ريسبتورز فور تشينج اوف بوزيشن ان ذا سبيس. عندي تو ماكولي بريبنديكولار تو اتش اذر، رايت الماكولا وليفت ماكولا. الماكولا دي عباره عن ايه؟ عباره عن نيورو ايبيثيليوم. هذا النيورو ايبيثيليوم من نوعين، تايب 1 وتايب 2. طالما قلت في نيورو ايبيثيليوم لازم يبقى في سبورتنج سيل. يبقى اذا الماكولا عباره عن تو تايبز اوف سيلز، نيورو ايبيثيليال سيلز وسبورتنج سيلز. النيورو ايبيثيليال سيلز ما بيوصلش للبيزمنت ممبرين. يبقى زي ما انت شايف كده السيلز عباره عن هير سيلز، تو تايبز اوف هير سيلز، تايب 1 تايب 2. لكن فوق الهير سيلز دي بلاقي استراكشر جيلاتينيس سبستنس. طب الاول نتكلم عن التايب 1 هير سيل. تايب 1 هير سيل ده فلاسك شيبت سيلز، موجود في كاينوسيليوم، سيليوم واحد زي السيليا بالظبط لكن ده سيليوم واحد. هذا السيليوم
بيبقى embedded في gelatinous substance، لكن موجود فيها stereocilia عبارة عن microvilli. هذه microvilli مسؤولة عن الabsorption. البيز بتاعتها surrounded بالafferent nerve fibers. الطيب 2 columnar cells فيها Golgi apparatus برضو وفيها vesicles كمان surrounded بايه برضو بالafferent nerve fibers. supporting cells دي موجودة بين two types of cells علشان تعملها support، شيء طبيعي. They bound together by a junctional complex. فوق الكينيتو فوق الكينوسيليا موجود والستيروسيليا موجود جيلاتينيوس جلايكوبروتين بسميه ايه؟ بسميه اوتوليتيك ممبرين. فوق الاوتوليتيك ممبرين موجود كريستالز بسميها اوتوليسيس. هذا شايفينه اهو، دي السيليا اللي طالعه من الهير سيلز. فوق السيليا دي موجود الجيلاتينيوس سبستنس اللي فوقيها موجود الاوتوليس. كده احنا خلصنا السكيولز. السيمي سيركلر داكت او السيمي سيركلر كانال موجوده فيها السيمي سيركلر داكت. السيمي سيركلر داكت دي اللي هي الممبرينس لابرنس، ودي عباره عن ثلاثه داكت بيطلعوا من الاوتريكل من اليوتريكل. كل داكت في نهايتها موجود امبوله، مكان واسع كده بسميه الأمبولة. هذه الأمبولة موجود فيها كريستا بسميها كريستا أمبوليرس. فكرة عمل الكريستا أمبوليرس هي نفس فكرة الماكولا اللي لسه متكلمين عليها من شوية. الهير سيلز امبيدد في جيلاتينيا سبستنس، هذه الجيلاتينيا سبستنس لما تتحرك تأثر على الهير سيلز فتديني إحساس بالبوزيشن اللي أنا فيه في السبيس. يعني عشان كده لو نتكلم عن الفانكشن اوف ذا ماكولا عند كريستا أمبوليرس هنلاقيها زي ذا سيم. التشينج في الهيد بوزيشن هيؤدي الى موفمنت الاندولينف اللي موجود في اليوتريكل والسكيول والسيمستيركلر كنالز. لما يتحرك هذا السائل اللي اسمه الاندولينف هيبدا يغير لي البوزيشن اوف اوتوليتيك ممبرين، هيؤدي الى بينتنج في الستيريوسيليا والكاينيتوسيليا. هذا الكاينوسيليوم لما يتاثر هيعمل ستيميليشن للهير سيل، هيبقى في صوره نيرف امبلس هتروح للفيستيبولار نيرف علشان يخليني اعدل جسمي لو كنت انا بقع. يبقى احنا كده خلصنا الفيستيبولار بارت. لو هنتكلم عن الهيرنج فاحنا هنتكلم عن الكوكليا. طبعا كلنا طبعا بنسمع النهارده عن زراعه الكوكليا. دي الكوكليا عباره عن لفتين ونص من البولن لابرنس، جواها لفتين ونص من الممبرينس لابرنس، فيها تو اوبننجز. اللي فوق دي بسميها الاوفال ويندو، واللي تحت دي بسميها الراوند ويندو. ادي لو انا اخدت سيكشن في الثلاثه راوندز دول اللفتين ونص دول، هلاقي كل لفه عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث غرف، غرفه فوق وغرفه في النص وغرفه تحت. اللي فوق بسميها اسكالا فيستيبولا، اهي اسكالا فيستيبولا، واللي تحت بسميها اسكالا تيمبر، واللي في النص بسميها الكوكليار داكت. والكوكليار داكت دي اللي فيها الاورجان اوف كورتي اللي هو مسؤول عن الهيرنج، الريسبتور بتاع الهير. لو نبص كده على الكوكلي الاقي لفتين ونص زي ما قلت لك، وعباره عن بول لابرنس بالشكل ده، جواه الممبرينس لابرنس. عايز ابص عليه دي الممبرينس لابرنس، لكن في فوق فراغ وفي تحت فراغ. اللي فوق هسميه سكالا فيستيبيولاي، واللي تحت هسميه سكالا تيمبانوي، لكن اللي في النص هسميه الكوكليار داكت. والكوكليار داكت بيطلع من السكيول، فاكرين السكيول الحته الواسعه اللي كانت في النص دي بتاع في الممبرينس لابرنس، سراوندد بالبيرلينف ومليان بايه؟ بالاندولينف. هو مين؟ الكوكليار داكت. يبقى الكوكليار داكت مليانه بالاندولينف، وبره في البيريلينف. خلي بالك في بولاريتي ما بين الاندولينف والبيريلينف، زي فكره الصوديوم بوتاسيوم بامب في النيرف امبلس. يبقى انا عندي في فرق جهد ما بين الاندولينف والبيريلينف، وده بيخليني حساس جدا للاصوات. في الاورجان اوف كورتي موجوده في الكوكليار داكت. الكوكليار داكت دي تريانجلر ان شيب، ليها روف وفلور وليها لاترال سيرفيس. الفلور الروف بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن فيستيبولار ممبرين، والروف والفلور عباره عن ايه؟ عباره عن بازيلر ممبرين، لكن اللاترال وورد عباره عن سترايفاسكولارز. جيد، الصوره مش واضحه هنا لكن الصوره واضحه هنا جدا. دي اللي هي السكالا ميديا او الكوكليار داكت. السكالا ميديا او الكوكليار داكت فوق الاقي في ممبرين بسميها الفيستيبولار ممبرين، وتحت في ممبرين بسميها البازيلر ممبرين. ما بين التو ممبرينز موجود فراغ بسميه اسكالا ميديا او الميديا او الكوكليار داكت.
الكوكليار داكت فيها اورجان فيها سنس فيها ريسبتور اسمه الاورجان اوف كورتي. اللاتر سيرفيس بسميها استرايا فاسكولار سوري مليانه بلاد فيزلز، عشان كده بسميها استرايا يعني متخططه، فاسكولارس يعني مليانه بلاد فيزلز. ايه بقى الاورجان اوف كورتي دي؟ ايه حكايه الاورجان اوف كورتي دي؟ دي سبيشاليزد ريسبتور مخصوص علشان الهيرنج، موجود فين؟ موجود في الكوكليار داكت. الكوكليار داكت دي لفتين ونص، برضه الاورجان اوف كورتي لفتين ونص، بيفضل ماشي معايا بشكل ثابت طول اللفتين ونص. ريست على ايه؟ على البازلر ممبرين. في فوقيه ايه؟ في فوقيه الفيستيبولار ممبرين. بيتكون من ايه؟ زي كل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده من اول الريتن لحد دلوقتي، بيتكون من الريسبتورز والسبورتنج سيلز. الريسبتور بنسميها هير سيلز والسبورتنج سيل هنعرفها بالتفصيل. يبقى دي اللي في النص دي بسميها ايه؟ بسميها الكوكليار داكت، واللي فوق بسميها السكالا فيستيبولاي، واللي تحت السكالا تيمبر. يبقى اللي فوق دي السكالا فيستيبولاي، واللي تحت دي السكالا فيستيبولاي السكالا تيمبري، واللي في النص دي اللي هي الكوكليار داكت موجود فيها الاورجان اوف كورتي. طبعا كل ده بيلف معايا اللفتين ونص اللي فوق واللي تحت واللي في النص. ده سكشن علشان اشوف فيه الاورجان اوف كورتي. الاقي الاورجان اوف كورتي بيتكون من ايه؟ طبعا مين اللي بيتكون من الهير سيلز والسبورتنج سيلز، وبعدين في فوق ممبرين، الاقي فيه هنا جيلاتين بس بنسميها تكتوريال ممبرين، وبعدين في تحتيه الهير سيلز علشان تبقى كونتاكت مع التكتوريال ممبرين. جوه هذه الدكت موجود الاندولينف، بره هنا الاقي بريلينف وهنا الاقي بريلينف. طيب خلاص سهله خالص دي. ايه بقى الانر هيرسل دي؟ دي سنجل رو من السيلز نير الانر بوردر اوف ذا اورجان اوف كورتي. ده عباره عن شورت سيلز سبورتد بالانر فالنجيال سيلز. الابيكال سيرس الابيكال سيرفيس فيه من 50 ل 60 ستيريو سيليا ارانجد بي في شيب. الاوتر هير سيل دي موجوده البريزنت عند الاوتر بوردر طبعا اوف الاورجان اوف كورتي، ودي عباره عن 3 او 4 روز من السيلز. امال الانر هير سيل كانت 1 رو، هنا 3 ل 4 روز. سبورتد بايه؟ بالاوتر فالنجيال سيل. امال الانر هير سيل كانت سبورتد بايه؟ بالانر فالنجيال سيل. الابيكال سيرفيس بيبقى فيه 100 ستيريو سيلي، امال اللي قبل كده كان فيها ايه؟ من 50 ل 60 ستيريو سيلي. السبورتنج سيل، السبورتنج سيل ما هياش نوع واحد زي ما اتكلمنا في الفيستيبولار ابريتس، لكن هنا عندي 3 4 انواع. انر واوتر بيلر سيل، انر واوتر فالنجيال سيل، وبعدين البوردر سيل والسيلز اوف هنسن. الانر والاوتر بيلر سيلز دي سيلز ليها وايد بيس ريست على البازلر ممبرين، وفيها مايكروتوبيولز ومايكروفيلمنتس وسبورت الهير سيل. الاوتر فالنجيال سيل دي طول سيل ريست على البازلر ممبرين هي كمان، والابيكال بورشن ار كاب شيبت سبورتنج البيزر بارت اوف ذا هير سيلز. عندي نوعين، عندي الاوتر فالنجيال سيل والانر فالنجيال سيل. الاوتر فالنجيال سيل اتكلمنا عليها، والانر فالنجيال سيل هي اللي بنشاور عليها دلوقتي. لكن برضو عندي البوردر سيل والسيلز اوف هانسن، ودي بتبقى موجودة على الأوتر بورت. لو نتكلم في الفسيولوجي، فالساوند ويف كولكتد بالإيربنة علشان تعمل فايبريشن للتمبانيك ممبرين، هيحصل ماجنيفيكيشن اللي هتروح للبوني أوسيكلز، وبعدين تعمل استيميوليشن للبريليمف اللي موجود فين؟ في الاسكالا فيستيبيولاي. طيب هيعمل فين للاسكالا فيستيبيولاي؟ كلها ولا حته منها؟ حسب قوه الصوت ونوع الصوت. يبقى هو هيترافل حسب قوه الصوت ونوع الصوت. ده هيؤدي فايبريشن للبازلر ممبرين. طب ايه علاقه البازلر ممبرين بالفيستيبولار ممبرين؟ لا، يبقى اذا لازم اعدي من الفيستيبولار ممبرين للسكالا تيمبري علشان اعمل استيميوليشن للبازلر ممبرين. causing rocking motion of the organ of Corti. يبقى الأورجان of Corti هيتأثر بالبازلر ممبرين، هيؤدي إلى movement of stereocilia of hair cells. ده هيؤدي إلى generation of the impulse اللي هتروح للأفرنت للكوكليار division of the vestibulocochlear nerve. آدي التمبانيك ممبرين وهي بتتحرك. التمبانيك ممبرين لما تتحرك هتحرك للأوسكيلز. الأوسكيلز هتنتهي على الأوفال ويندو. الاوفال ويندو هتعمل استيميوليشن للبريلينف اللي موجود في السكالا فيستيبولاي. السكالا فيستيبولاي
هترافل فيه في السكالة فيستيبولار لحد ما يوصل لفوق خالص، يرجع تاني ينزل في السكالة تيمبني، هيعمل استيميليشن للبازلر ميمبرين. نقرب الصورة، ادي الاستيميليشن الاولاني للتيمبانيك ميمبرين ودي البازلر ميمبرين. لما يحصل استيميليشن للبازلر ميمبرين هيعمل استيميليشن للأورجان اوف كورت. هنا حتة في الأورجان اوف كورتي طبعا الهير سيلز، والهير سيلز اجينست التكتوريال ميمبرين، هيحصل استيميليشن. شايف البيندنج ده هو ده اللي هيعمل لي الامباس، بس هي انهي حتة في الأورجان اوف كورت اللي هيحصل لها استيميليشن اللي هتحدد لي نوع الصوت ودرجة قوة الصوت. يعني هي هترافل كده في اللفتين ونص، يا ترى هتوصل للاخر ولا مش هتوصل للاخر، ولا هتوصل للنص ولا توصل للتلتين، ولا هتوصل للاخر والتلتين يبقى انا بسمع موسيقى، وهكذا. يبقى اذا الاصوات اللي انا بسمعها كلها هيحددها مين؟ هيحددها الاورجان اوف كورت. لكن لو بص على الصورة دي الاقي الاورجان اوف كورت حلوة قوي بالتفصيل. دي طبعا الاوتر هير سيل، ودي ثلاثة روز، ده انر سيل، ده وان رو، تحتيه الانر فارينجيال سيل، وموجود هنا الاوتر فارينجيال سيل. دي السيلز اوف هنسن، ودي البوردر سيلز اللي لسه مكلمكم عليها من شوي. يبقى دي لكن دي البيلر سيل، ده الاوتر بيلر سيل ودي الانر بيلر سيل. دي الانر والاوتر بيلر، شايف الاثنين بيتقابلوا مع بعض كده ويعملوا الكهف اللي احنا شايفينه ده. طبعا ده ماشي بطول اللفتين ونص، والفراغ ده ماشي بطول اللفتين ونص، والتكتوريال ميمبرين دي ماشيه بطول اللفتين ونص، والروز دي الصفوف دي من الخلايا ماشيه بطول اللفتين ونص، والامبلس بتاعتي بتمشي برضو بطول اللفتين ونص. شايف هتمشي الامبلس بتاعتي عشان تعمل استيميليشن لانهي ريسبتور، هنا هترافل في الفايبر ده ولا هنا، والترافل في الفايبر ده ولا توصل لحد هنا والترافل في الفايبر ده، ولا تقف هنا والترافل في الفايبر ده. يبقى اذا انا بستقبل الامبلسز من اماكن مختلفه من الاورجان اوف كورتي علشان في الاخر اعمل بريسبشن للصوت واعرف ده صوت مين وقوته ايه وشكله ايه في الاخر. بقول لكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.